بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم صدق الله العظيم. واتقوا الله ويعلمكم والله بكل شيء عليم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه صدق الله العظيم. والله بما تعملون
صدق الله العظيم. لله ما
فيغفر لمن يشاء ويعلم من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وعفو عنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. صدق الله العظيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا على القوم الكافرين. ربنا 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 ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بالحق انزلناه وبالحق نزل، وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا، وقرانا فرقناه لقاء الناس على نفسه ونزلناه تنزيلا. من حكم به عدل ومن اتبع هداه هدي الى صراط مستقيم.
ويتبينتل علينا وعليكم ذلك العالم القراني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ اسلام غاني الغواب القارئ اتحاد الإذاعة وفي ظل العربي والمقيم مدينة رشيد. اما بذلك على صوت وبيس ملاء سرادك المقام في محلة المخازن اولاد الاردني المخلص ابو مسعود وشكر الله سعيكم جميعا